على بركة الله نبدأ برسالة السائل عبد الرحمن من الأردن، يقول فضيلة الشيخ: كيف يعلم العبد عن محبة الله له، وما هي علامات حب الله تعالى لعبده، وما معنى الحب والبغض في الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن محبة العبد لله عز وجل هي أعلى درجات العبادة. المحبة التي يحصل معها رغبة فيما عند الله ورهبة من عقاب الله سبحانه وتعالى، لا تكفي المحبة وحدها، لأن هذا دين الصوفية الضلال، وإنما المحبة التي معها ذل وخوف من الله ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى درجات العبادة. وأما محبة الله للعبد فهي ثابتة، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين. الله جل وعلا يحب عباده إذا اتصفوا بهذه الصفات، اتصفوا بالتقوى، واتصفوا بالإحسان، واتصفوا بالتوبة إلى الله عز وجل، تطهر من الذنوب، تطهر من المحرمات، في المكاسب والمآكل والمشارب وسائر الأفعال. هذه علامة محبة الله لعباده، علامة محبة الله للعبد أن يوفقه لفعل الخيرات والرغبة فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قلبي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فعلامة محبة الله للعبد أن يوفقه للطاعات، تجنب المحرمات، والمحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل. فمن وفقه الله لهذه الأمور فإن هذه علامة على محبة الله جل وعلا له. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول للملك في الليل: أيقظ فلانا، يعني للتهجد، فإني أحبه، وأنم فلانا فإني أبغضه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن علامة محبة الله للعبد قبوله عند المؤمنين والمسلمين، يعني يزرع الله له المحبة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى أمر الملك أن ينادي في الملأ الأعلى: إني أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأما الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يكلف في النار. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. قد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ثم أيضا من علامات محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم.